والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون العرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله يقينا سره ډیر زبردست او خوش تلواد وهاب صاحب وکړو. وهاب صاحب ډیر ښه حافظ ده او